جهتها أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أسقط أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على أهداف عدة داخل سوريا فجر اليوم. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن إسرائيل استخدمت 28 طائرة لإطلاق 70 صاروخا على مناطق مختلفة داخل سوريا، لافتة إلى أنه يجرى تحديد الأضرار الناجمة عن الضربات التي لحقت بالقوات الإيرانية والبنية التحتية العسكرية والمدنية في سوريا.